تحتفل مصر باليوم العالمي للحماية المدنية والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وللمزيد حول هذا الأمر ينضم إلينا مراسل أكسترا نيوز الزميل عوض الغنام من مقر إدارة الحماية المدنية. إليك عوض. نعم إنجي، لك خالص التحية. كما أسلفت بالفعل، تحتفي وتحتفل مصر مع دول العالم باليوم العالمي للحماية المدنية. تعلمين بأن هذا اليوم تم اختياره في عام 1990، يعني نحو 30 عاما من اليوم. الأول من مارس دوما هو اليوم للاحتفال بيوم الحماية المدنية لتعريف العالم بالقيمة التي يعمل عليها العاملون في هذا القطاع الحيوي للغاية للحفاظ على الأموال العامة والممتلكات الخاصة وحماية الوطن والمواطن. اليوم بدأ هنا في هذا المقام، مقر إدارة الحماية المدنية في طريق السويس، بوضع أكلين من الزهور من قيادات الشرطة وتحديدا شرطة قطاع الشرطة المتخصصة على نصب الشهداء، شهداء قطاع الحماية المدنية وما أعظمهم وأكثرهم الذين ضحوا بحياتهم في الدفاع عن الوطن وعن المواطنين. وبعد ذلك كان هناك إنجاز التعبير معرض مصغر لأهم الجديد الذي طرأ في العالم في قطاع هذا القطاع الحيوي، سواء على مستوى قطاع الخاص بالإنقاذ النهري أو البري أو الحرائق وكذلك المفرقعات. وتحدثنا مع العاملين في هذا القطاع الحيوي للغاية أكدوا لنا، وكذلك في الكلمات التي أتليت خلال الافتتاح الرسمي أو الاحتفاء الرسمي هنا حيث أنا متواجد الآن في مكان العرض، بأن يتم العمل على مدار الوقت لتطوير هذا القطاع الحيوي وتسليحه بكل جديد من حيث التكنولوجيا. وهناك العدد من البروتوكولات التي وقعت مع مراكز خاصة عالمية ومؤسسات دولية لتزويد هذا القطاع بكل ما هو جديد. وكان لنا لقاء مع عدد من الضباط في قطاع المفرقعات تحديدا، أكدوا لنا على أن هناك كل جديد وهناك تطوير مستمر في هذا الأمر. صالة أو قطاع العرض حيث ما أنا متواجد الآن ينجي، كان هناك استعراضا لأكثر من قطاع من قطاعات الشرطة قطاع الشرطة المتخصصة في الحماية المدنية، سواء الإنقاذ النهري أو البري وكذلك المفرقعات. ويحضر في هذا الاحتفاء والاحتفال الآن العديد من العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء القيادات القدامى أو الحاليين. أخيرا أختم معك، سيكون بعد قليل هناك تكريم لعدد من شهداء أسر شهداء الذين راحوا ضحايا لعدد من العمليات الإرهابية أثناء عملية المفرقعات أو الكشف عن المفرقعات. وسنكون معكم دوما، وسيكون هناك تقرير مفصل عن هذا الاحتفاء واحتفال الشرطة المصرية بهذا اليوم المهم للغاية. هذا هو ملخص المشهد حتى هذه اللحظة. ينجي، عودة إليك. أشكرك شكرا جزيلا الزميل عوض الغنام على كل هذا الشرح الوفي.